فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم تقديم الورود للمريض أو لغيره في المناسبات الأخرى؟ هذا من عادات الكفار، ما هم من عادات المسلمين. تقديم الزهور للمرضى هذه عادات من عادات الكفار، لا ينبغي للمسلمين أن يفعلوها. يدعون للمريض، إن كانوا يريدون نفع المريض يدعون له أو يعالجونه على حسابهم أو ما أشبه ذلك. نعم، أما الزهور ما يستفيد منها المريض. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.